السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم يزن القصني، برد جيتكم في جديد. وفي هذا الفيديو معنا أكبر بوت عرفته البشرية. هلا والله شباب، اليوم راح نلعب توقع البخاخ الجزء الثاني. أوكي، بس قبل ما نبدأ لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وبس مشاهدة ممتعة. طيب أوكي، هسا راح أشرح لكم كيف وضعية اللعبة. أول إشي بنختار أي بخاخ من هذول البخاخات الموجودة قدامنا، راح نحطهم هون. انا اللون ازرق وطارق اللون البرتقالي. راح نختار بخاخ وراح نقعد مثلا نتوقع، مثلا نقول له البخاخ تاعك مثلا حيوان، اذا قال بشيل اي شخصية انسان او هذا، واذا قال لا بنشيل كل الحيوانات وزي هيك. يلا جاهز؟ ايوه يلا. طيب اختار بخاخ من هسه. تمام، انا اخترت خلاص. يلا هاي انا اخترت هذا. اوكي ابدا انت. ابدا انا. طيب السكن تاعك حاط اشي على راسه؟ قصدي يعني لابس قناع هو؟ سكنت لب... لابس قناع. اوكي طبعا انا بحكي خلاص. لا صحيح، لو حكيت راح تعرف على طول شو هي الشخصية. شلت بالغلط هذا، أكلنا هوا. أوكي يلا طبعا لو دورك. شلت سكن بالغلط انا بفوز، يعني أيوة، خطأ منك شيء. وكمان شغلة، كمان شغلة قبل ما نبدأ، إنه بإمكانك تتوقع البخاخ تاعي، لكن إذا توقعته وطلع غلط ما بتسأل للمرة الجاية، للدور الجاي يعني. اوكي وممنوع نعيد نفس الأسئلة، يعني أنت سألت سؤال ممنوع تعيده أو أنا أعيده. طيب ماشي. بسألك، استنى، السكن الشخصية البخاخ تاعك أيوة سكن. سكن طيب خلتش شيء. إن شاء الله راح نفوز عليك هالمرة. لا يا حبيبي، لو عندك تخسر بوت. Two thousand years later. اضحك محمد، اضحك 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 عبد الله، اضحك 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 يلعن، اضحك اضحك. شيل شيل طال عمرك شيل. انا حاسس انه مش ضايق اشي. خلص يلا اسأل. اوكي السكن تاعك انسان؟ انسان؟ ايوه. هو انسان بس مش انسان يا اخي. انسان خلاص، انسان انسان. اها متأكد؟ متأكد. نايس. طيب اها اوكي. والله السؤال ده شال بلاوي. شوف كيف نلقي نظرة.
اذا انت ما شلت اشي ما بزبط تشيله وانت يعني مش دورك. اوكي تمام، يلا طب اسال، دورك اسأل. السكن بتاعك فيه لون احمر؟ لون احمر؟ اه لا ما فيه. ما فيه لون احمر. اوكي دقيقة. فيش، انا مش عارف هو احمر ولا لا. اخر اشي تحت، اخر اشي على اليسار، على ما اليمين، على بعرف، اليسار، ما بعرف انت يا اخي. احكم لحالك. اح شوف شو الطعم. نعم انها المخدرات. ابدا. لا استنى، ابدا. اوكي السكن بتاعك ماسك اشي في يده؟ لا اوكي هذا مسك ولا شو؟ لا هو هذا مسك ولا شو؟ يلا ابدا طيب، السكن بتاعك عامل حركة؟ ايوه عامل. عامل حركة. اوكي دقيقة، مش كل الرسمات عندي عملات حركة، يعني مش عارف ايش اشيل. تمام. السكن تاعك يعني هذا هيك سؤال منيح، فيه أكثر من 3 ألوان؟ يعني أكثر من ثلاثة ألوان؟ ثلاث ألوان وفوق. دقيقة. لا. ألعب. طيب هذا شيل، هذا شيل، 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 شيل. كم رسمة ضايل عندك؟ ثمانية. يلا انا ضايل لي 3 ان طب شو شاء الله خير. السكين تاعك في وراه خلفية؟ لا ما في وراه خلفية. تمام يا اخي، انا بحب اسئلتي ذكية، اسطورة انا والله. الا حافظ عاد عليك زي دائما يعني، انا اسطورة. والي كم رسمة ضايل لك؟ ضايل 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 عندي رسمتين. يلا والله مش عارف، يعني إذا سألتك راح أقدر أجيبه، لكن إذا توقعته، لكن إذا سألتك وأنت والله مش عارف. اسأل. والله أسأل. خايف تخمن وتجيبه صح. والله مش عارف. والله انا بقول خلاص شكلي حتوقع، لانه لو انت يعني هذا، لانه بجوز انت تمسكني، يعني حاسك حتمسكني، ليش مش عارف. يلا بسم الله. السكن تاعك، السكن تاعك احكي. مارشميلو؟ كيف عرفت يا زلمه؟ بواي نايس يا اخي، القم خاوة افوز عليك. انت استنى، انا اقول السكن تاعك. انت السكن تاعك مسكن الموزة؟ لا مش الموزة، ولا السكن تاعي جاي بالنص، بالضبط اه النص. والله الاثنين عندي الاثنين، خمنت حقيقة الموزة.
نايس. وبس لو انا بكون طلعت المقطع ان شاء الله تكونوا استمتعتوا. هذا تبون الجزء الثالث، لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. وبس، مع السلامة.